علي كفارة إطعام 6 مساكين، ما مقدار ما أخرجه للمسكين في اليوم الواحد بالكيلو؟ وما الطعام المستحب دفعه؟ وأين أجد مساكين الحرم؟ وهل يجزئ لو أخرجت نصف دجاجة مع الرز عند المطعم؟ نعم، طعام 6 مساكين هذا في محظور الإحرام، حلق الشعر أو تقليم الأظافر أو التطيب للمحرم أو تغطية الرأس للذكر، هذا يوجب إما أحد 3 أمور: إما عتق رقبة، وإما ذبح شاة، لا ما في عتق، إما ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، الطعام الذي يؤكل في البلد نصف صاع، كيلو ونصف، ولا يلزم يحط معه لحم، إن حط معه لحم فهو زيادة خير وزيادة وكمال، أما إذا أعطاه طعام بدون إدام فالطعام يجزي، يعطيه رز أو بر يعطيه، وإذا أضاف إليه لحم يكون هذا أطيب وأحسن، أو يصوم 3 أيام، يخير بين هذه الأمور.